أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات على المجلس في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2018-2019، وما يعكس التزام المجلس بالأنظمة والقوانين والقسم بالحفاظ على المال العام. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 38 لسنة 2018، ويهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حماية للوطن والمواطنين. كما استعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المذكورة لمزيد من البحث والدراسة. ارتفعت العقوبة إلى السجن 10 سنوات والغرامة 1000 دينار القصوى، التالي الحيازة وشددت العقوبة إلى 8 سنوات و المالية إلى 1000 دينار، وثاني الموزعين أو اللي يوزعون العبوات الناسفة 5 سنوات. الهدف طبعا من المشروع هو ردع الغائمين بهذه الأعمال، وخصوصا أنهم يعني موعزين من جهات خارجية، فيجب منعهم عن القيام بهذه الأعمال. أما إذا أدى هذا العمل إلى تلف ممتلكات عامة أو خاصة، أو أدى إلى عاهة مستديمة، أو إلى أدى إلى موت، فإن العقوبة تشدد إلى الإعدام.